اول الحرام اللي حصلت الوالده كتشطح في التيك توك بلا سروال، ونهار واجهتها وقلت ليها علاش وكيفاش، قالت لي واحد السر اللي خلات لي عقلي مقلوب عليا. خوتي جيت اليوم نعاود لكم حكايتي. السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم بالكبيدات ديالي. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم طيبه واحوالكم كلها جيده، ويلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه واتم العافيه. ما غاديش نطول عليكم في المقدمات، وغادي نقول لكم عافاكم، جيموكم منطروا بارطاجيو الله يعطيكم الخير. بهذا الشيء راكم غادي تعاونوني في هاد لاشين وحتى في لاشين الاخرى باش نهزوها ونرفعوها وما نخليوهاش هكا طايحه، حيت راه تهرست او تهرسوا قنواتي، تهرست معاهم حتى انايا، ولكن كلشي ديال سيدي ربي الكريم. كيف ما قلت لكم ما غاديش نطول عليكم يا العزيزات الغاليات على قلبي، ومرحبا بخوتي الرجال، واهلا وسهلا، ويلا ندخلوا مباشره في القصه ديال اليوم اللي كيقول مولاها. السلام عليكم، سميتي عبد الواحد، وفي العمر ديالي 33 سنه، واليوم الخوت جيت نعاود لكم هذا الشيء اللي غادي يخليكم مشوكين. انا راسي وقف ملي قالت لي امي شي هضره اللي ما عمرني توقعتها غتقولها ليا. حصلت على امي كدير شي حوايج اللي ما يديرهمش حتى ابليس، ولكن نهار واجهتها قالت لي حوايج اللي انا اصلا ما كانوش في خباري، واللي غادي يقلبوا لي حياتي راسا على عقب. غادي نعاود لكم الخوت حكايتي وقصتي، ونتمنى ان شاء الله تسمعوني مزيان. تربيت وتزاديت مع ام وما كانش عندي الاب ديالي، وملي بديت كنوعى في الدنيا كانت كتقول لي امي بلي الاب ديالي مات ملي كنت انا صغير، ما عندي لا عائله لا حتى شي واحد. انا اللي كنعقل عليه هو اننا كنا ساكنين في واحد الدار فيها الجيران، مي كانت كتصرف مع داك الجيران، داك الجيران ما كانوش كيدوزوها، ولكن ما بقيناش بزاف وحنا من هذيك الدار. الوقت اللي وليت كنعرف مزيان وكنستوعب الامور، وكانت في العمر ديالي تقريبا شي 9 سنين، لقيت ما كدير المشاكل في الدار اللي دخلت ليها، كدير فيها المشاكل، ودائما الجيران كيتبراو منها، ودائما كيقولوا ليها داكشي اللي كديريه ماشي هو هذاك. ولكن الخط مع عمرني كنت كنعتقد ان امي غادي دير شي حوايج اللي ما يبغيهم لا ربي ولا عبده. انا كنت صغير وما عارف والو، وهي كانت كتوصل لي الفكره ديال ان الناس كاملين كيكرهوها. ملي بديت كنعرف مزيان وصلت للسن ديال 10 سنين و11 عام، كنت كنسول امي كنقول ليها فين راهم العائله ديالي، واش انا ما عنديش العمام، واش ما عنديش الخوال، واش ما عنديش العمات، واش ما عنديش الخالات، كاع الناس اللي كنعرف عندهم. انا كنت كنقرا وكانوا الدراري كاملين كيهضروا على العائله ديالهم، وانا فاش كيسولوني على عائلتي ما كنلقى باش نجاوب، حيت انا ما عرفت حتى شي واحد فيهم. وهنا امي غادي تقول لي بلي هي ما عندها لا عائله لا والو، بلي العائله ديال با كاينين فواحد المدينه بعيده، وكانت دائما كتديني بالوعود وكتقول لي شي نهار غادي نمشيو عندهم ونعرفك عليهم. ملي كنت كنقول لها فين راه عائلتك انت، هي خوالي خوالاتي فين هما، كانت كتقول لي ولدي انايا جدك الله يرحمه وجداتك ولدوني غير انايا، بحال اللي درت انايا، حيت انت ولدتك غير نتايا، وراه ما ولدوا لا خويا ولا اختي، وجدك وجداتك توفاو ومشاو عند الله الله يرحمهم ويوسي عليهم، وما خلاوش الدراري، يعني ما خلاوش التريكه من غيري انا. كنت كنقول لهم انت عمامك وخواتك وداكشي، كانت كتقول لي هم مي وبا الله يرحمهم كانوا مدابزين مع العائله كاملين وكانوا عايشين غير بجوج بيهم. المهم كانت كتعاود لي شي قصص اللي انا ما كيدخلوليش لعقلي، واصلا كنت باقي صغير ما كنستوعبش شي حاجه سميتها الدباز والمخاص. ما كانت كتعاود لي على شي عداوه كانت ما بين العائله ديالها ديال الام ديالي والعائله ديال والديها. المهم باختصار شديد ان الام ديالي نكرت العائله ديالها وما كانت كتذكر لي حتى شي واحد منهم. دازت الايام ودازت السنين، خوكم عبد الواحد بدا كيكبر شويه بشويه، وكل مره كنكبر كنعرف على الام ديالي شي حوايج اللي ماشي هما هادوك، لدرجة ان الجيران قلت لكم دائما كيسعطوا منها، والدار اللي سكننا فيها مي كدير فيها المشاكل. واحد النهار غادي نوض على الغوات، الغوات والصداع ملي نوض لقيت البوليس واقف في فم الباب، امي بواحد اللبس اللي ماشي هو هذاك، وشدين معاهم واحد الراجل اللي باين كان في دارنا لداخل. من بعد غادي نعرف ان الام ديالي كانت كتدخل الرجال للدار، وكتخليني تنعس الخوت وكتدخل الرجال، داكشي علاش الجيران ما كانوش كيتفاهموا معاها، والدار اللي كتسكن فيها كيسعطوا منها وكانوا كيجريو عليها. المهم انا ما كنت عارف والو ما كنت فاهم والو، كيف ما قلت لكم كنت باقي صغير وما مستوعبش الامور كاملين. كانت في العمر ديالي ديك 12 سنه، انا ما عرفت ما نقول لامي، حيت امي كانت كتبكي وكتقول لهم بلي انا مظلومه ما درت والو. داك السيد هذاك اللي قال لهم واللي عقل عليهم قال لهم هذه راها مراتي، فاش قالوا لي جبد العقد قال لهم حقا راه حنا مزوجين انا وياها غير بالفاتحه، وانا وياها مزوجين غير بالنيه، قالوا لي جيب لنا الشهود اللي كيثبتوا ان هذه المراه مراتك. انا ما كنت فاهم والو، ما قدرت نقول والو، بقيت غير مصدوم. اللي كنعرف واللي كنعقل عليه ان الام ديالي داوها هزوها داوها البوليس هي وداك الراجل، وانا بقيت غير مع الجيران.
شدتني واحد الجرب غتفهمني، ولكن جا عندها واحد ولدها كبير قال ليها لا امي الولد باقي صغير على هاد الحوايج وما غاديش يفهم. شدني داك الدري خرجني معاه الثاني للقهوه قال لي شوف صاحبي هادشي هذا كاع ما تعمر به راسك وان شاء الله ما يكون غير الخير، ماما كره ما دارت شي حاجه خايبه راه غير شي سوء تفاهم وهادي وما بغى يقول لي والو، ولكن انا كنت فاهم وعارف ان امي دارت شي حاجه حيت داك الصداع وديك الشوهه كامله باينه موراها شي حاجه، وحتى الطريقه باش كان كيهضر معها المخزن لدرجه انهم طيحوا ليها الهضره. فاش رجعت في حالتي للدار داني هذاك الدري لعند دارهم، يعني حنا كنا ساكنين مع الجيران، دخلني قال لي شوف غادي تاكل وتشرب وغادي تمشي تقرا قرايتك، حيت انا الصباح في الصباح راني كنت مغيب، ولكن في العشيه قالوا لي سير تقرا مع باب الدار ديالنا بقات محلوله. فعلا هزيت الكرطبه ديالي ولكن ما مشيتش نقرا، مشيت لواحد البلاصه وبقيت كنبكي وعرس ان الام ديالي واحد الانسانه اللي ماشي مزيانه. تقريبا دازت شي 5 ايام ولا 6 ايام ما شفتش امي وكنت كنكون غير مع الجيران، حتى المدرسه صافي انقطعت عليها، كنت كنقرا ديك الوقيته في الثامنه وسبحان الله العظيم كنت كنقرا مزيان وكنت باغي نوصل شي بلاصه اللي زوينه، ولكن ما كتب ليهاش الله وكيف ما كيقول واحد المثل ما تمشي غير فين مشاك الله. المهم وليت كنمشي كنخرج كندير براسي مشيت نقرا وانا ما كنمشيش للمدرسه، كنمشي غير نجلس مع الحيوط كنبكي حتى كنشبع وكنرجع، ملي كيغلبني الجوع كنرجع عند دوك الجيران كناكل وكنشرب وكنعاود نخرج، حتى خرجت امي من الحبس. وشكون اللي خرجها؟ خرج هذاك الراجل النيت اللي كنت معاهم، يعني مول الدار اللي كنت معاهم. المهم قال لي شوف ولدي ما يكون غير الخير، ماما كان غادي نخرجها من الحبس وان شاء الله ما يكون غير الخير. واخا في الاول كانوا نكروا مني بلي هي ما كايناش في الحبس، ولكن انا كنت عارف، قلت لهم بلا ما تكذبوا عليا امي راه داوها البوليس ودخلوها في السطافيط وانا ماشي صغير تبقاو تدرقوا مني، وداك الشيء كامل اللي كديروا امي راني انا عارفه. المهم حاولوا يوصلوا لي الفكره ديال ان كلشي حنايا في الدنيا كنغلطوا وماشي مشكل امي الا غلطت راه غلطتها على قبلي انا باش تعيشني. خرجت امي من الحبس وجات كترغب وتزوق في ديك الجيران، قالت لهم انا مزوقه فيكم الا ما غير تسمحوا لي واخر مره غادي نعاود. قالوا لي على وجه هذا الولد غادي نسمحوا لك، هي الا نطي تحزمتي وترزمتي وخدمتي الحلال على راسك وجبتيها لهذا الولد ياكلها حلال، انت راكي تبارك الله باقا صغيره وبصحتك. مع امي كانت صحيحه وكانت لاباس عليها زعما في صحتها ما خاصها حتى شي خير، والاكثر من هذا كانت باقا صغيره ديك الوقيته يلاه كانت عندها شي 30 عام ولا ما كاملاش. المهم نض داك السيد دار فيها دور الزمان، قال لي دابا ولدك كبر ولا كيعرف كل شيء، واش تبغي ولدك يبقاو يعايروا الدراري والجيران داكشي اللي كديريه؟ وفعلا داكشي اللي قال لي داك السيد هو اللي غادي يطرى. المهم هضر معاها وعطاها علاش تقلب وقال لها انت دابا خصك تنوضي تخدمي على دراعك بالحلال وولدك وكليه بالحلال. صافي امي غادي تعنقني وغادي تطلب مني السماعه وغتقول لها ولدي انا اخر مره غادي نغلط بحال هذا الغلط. انا كنت غير مصدوم كنشوف بعويناتي. المهم حتى جاتنا السيد عاد من المدرسه للدار وكيطالبوا باش نرجع انا للمدرسه. هنا عاد تعرف امي بلي انا ما كنتش كنمشي نقرا، واخا خرجت امي من الحبس كنت كندير براسي ماشي نقرا وما كنقراش. المهم حتى جاتنا السيد على الدار وقالوا ضروري ولي الامر ديال هاد الدري خصو يجي. ملي مشات امي قالوا لها ولدك راه هادي اكثر من سيمانه ما جا للمدرسه، شنو واقع؟ هما كانوا سمعوا من الدراري ديال الجيران شنو واقع وبغاو يتاكدوا. قلت لهم اودي راه غير شي مشكل كان وقع لي حكا مع واحد الشهر وهادي وهادي وسوء تفاهم، المهم دابا راه ما وقع والو. حاولت امي باش تردي المدرسه ولكن ما بغيتش، قلت لها صافي ما غاديش نقرا. عيات كيف ما دري، قلت لها ما غاديش نقرا، عيا فيا داك الجار وولادو عيا وما يرغبوا فيا. قلت لهم غير القرايه ما غاديش نقرا، ولكن في الاخر غادي يرغبوني وغادي يزوقوا فيا وقالوا لي صافي نسى عليك داك الشيء كامل اللي وقع ورجع للقرايه ديالك. فكرت مزيان وقلت ماشي مشكل، وتا الاساتذه الصراحه والمدير كلهم تعاطفوا معايا ورجعوني نقرا وكانوا الصراحه كيحترموني واخا انا اصلا الام ديالي كانت عاهره. ولكن لقيت المشكل من الدراري ديال المدرسه وخصوصا اللي كانوا ساكنين قرابين علينا، كانوا كيتنمروا علينا عليا بالخصوص. واحد النهار نط واحد البنت كتهضر معايا درت فيها واحد الدوره شيطانيه وهي تقول لي امك ما امك، ونغوت عليها ونهضوا داك الدراري كاملين كيدافعوا على داك البنت وكيعايروني بامي، وانا غير جبدوا لي امي وطيحوا لي الهضره صافي جعرت في ديك المدرسه. داك الشيء علاش غادي يجيو الاساتذه وغادي يتبراو ليا، قال لك حنا تعاطفنا معاك ورجعناك للمدرسه زعما باش ما ديرش هاد الشوهه هادي. وحنا اللي كنا عارفين عليك انك ظريف وليد زويون الى اخره. قلت لهم انا ما باغيش نقرا اسيدي، انا هاد المدرسه سمحت لكم فيها. صافي خرجت من ديك المدرسه ما بقيتش عاود توليت 3 ايام وانا غابر، كنت كندور غير في الزناقي حتى لقاني غير واحد السيد كان حتى هو جارنا وكنسمع بلي انايا تختفيت وكانت امي غادي تهبل عليا ايوا شدني من يدي وغادي يرجعني للدار. قال لي وليدي الزنقه ما غاديش تصلح لك وغير غادي تفلس، امك كيف ما كان الحل راه كانت كدير داكشي على قبلك انت، دابا راه خدامه على راسها بالحلال. كان نيت ديك السيد قلب ليها على واحد الخدمه وكانت خدامه.
المهم كانت كتخدم كتجيب ديك البركه كناكلوها، وتا الجيران ملي شافوها ثابت ورجعت للطريق ولاو كيتعاونوا معاها. ولكن انا الخوت ما قدرتش نستحمل العيشه تما، حيت صافي نقدروا نقولوا السمعه ديال الام ديالي سبحان الله العظيم تشوهات، وكانوا كيشوفونا فينا بواحد العين اللي ناقصه. وديما كنسمع الدراري كي الكبار كي الكبير كي الصغير ديما كيقولوا على الام ديالي باللي هي عاهره، وكيقولوا عليا حتى انا كلام خايب. ما قدرتش نستحمل الخوت، مشيت واحد النهار عند امي قلت لها شوفي واحد جوج ثلاثه، اما غادي تهزيني من هاد الدريبه كامله وغادي تديني لشي بلاصه اللي ما كيعرفنا فيها حتى واحد، واما غادي ندير فراسي شي فضيحه. قالت لي وهاد الولد تقي الله راني دابا خدامه بالحلا، شنو بغيتيني؟ راه كنضلت انا نشقى على ليلياتي وكنجيبها لك، مالك؟ قلت لها لا انا بغيت نخرج من هاد الزنقه. انت شنو بالك؟ قالت لي انا ما عنديش فين غادي نمشي، وهنا كاين شويه رخيص وها الناس كيتعاطفوا معايا ومعاونيني وهزين معايا الحمل ديالك وديال ديالك وديال المصروف. قلت لي صافي وليدي غادي نجلسوا هنايا، دابا هادشي دابا يتنسى مع الوقت. قلت ليها والو، لا نخرج من هنا ولا غندير شي كارثه. بحالاش تمدتهاش في الهضره ديالي، هزيت راسي يا خوتي راسي وطلعت للسطح. كنا كاينين في داك العماره كان فيها اربعه ديال الطاجات، وكنت غادي نلوح راسي من تما. درت يديا في ودنيا وبديت كنغوت تجمعوا الجيران. قلت لهم غير قنعوا الوالده تخرجني من هاد الدار ومن هاد الحومه كامله ولا غادي نتلح من هنا. وبقاو عليا الجيران كيرغبوا كيزاوقوا. صافي تطلت عليا امي قالت لي صافي ولدي اللي بغيتي انا نجمع دابا الرحيل يلا غير هبط. قنعتها خرجت من تما بالمساعده ديال الجيران، مشينا كلينا فواحد البلاصه وحده. ايوا قلت ليها دابا الا بغيتي تخدمي بالحلال نوضي خدمي بالحلال وانا غادي نعاونك. على الاقل تما الخوت ما كان كيعرفنا حتى شي واحد. امي فعلا كانت كتخدم الحلال وكنت انا حاطه عليها، كانت كتمشي لدرجه كانت كتمشي للموقف وكتقلب على الخدمه وكتمشي، شي كتغسل لها الماعن شي كتصب ليها الزرابي شي كتشق ليها، المهم كانت كتخدم غير مع العيالات. حتى لواحد الوقيته اللي غادي يتلاقى معها واحد السيد خدمت عنده في دارو، تعاطف معها دبر ليها واحد الخدمه في المحكمه، ولات كدير الميناج في المحكمه، والوقت الفراغ ديالها كتمشي تقضي عند العيالات. الحمد لله الظروف ديالنا تحسنات، وتا الناس ملي كيشوفوها هكا ارمله وعندها الولد وداكشي كانوا كيتعاونوا معاها، وبالخصوص فاش شافوها كتخدم الحلال. وهي براسها كانت كتقولها، كانت كتقول لك والله وليدي واخا الحلال فيه تماره والله الا الخبيز ديالو حلوه. كنت فرحان وعجبني الحال. قلت لها دخليني للتكوين المهني، ولكن صراحه ما قبلونيش، قالوا لي خص تكون عندك التاسعه، ما عرفت داكشي واش بصح ولا ماشي بصح ديك الوقيته. المهم ما دخلتش للتكوين المهني، ولكن دخلتني عند واحد السيد كيدير داكشي ديال الصدور. رغباتو عليا قالت لي انا مزاوقه الا ما بغيت ولدي غير يتعلم الصناعه اللي تبقى له في يديه. قال ليها مرحبا. قلت لي لوليديتي باه ميت وهادي وهادي، وبغيتو نحطو عندك الدري عندي ظريف وبعقلو هادي. فعلا داكشي كامل اللي قالت امي كان صحيح. دخلت عند داك السيد الله يعمر ليه الدار والله يسهل عليه فين ما بغى يكون. المهم داك الراجل هذاك ما عمرني ما غادي ننسى ليه الخير ديالو، خدمني مسكين. قال لي شوف اولدي انا غادي نعلمك هاد الصناعه لوجه الله تعالى، وان شاء الله غير تتعلم وتولي تخدم انا غادي نخلصك مزيان. ودابا اي حاجه درتيها هاد الهزان والحطان راه ما غاديش نحسبو عليك ولا شي حاجه، راه هاد الشيء هذا غادي نعلمو لك انا في سبيل الله، واي حاجه درتيها هنا في هاد المحل غادي نخلصك عليها. وانا ولدي عرقك ما غاديش ناكلو وما عمرني ناكل عرق شي واحد. قلت لي عمي ماشي مشكل انا معاك حتى للموت، انت غير علمني وماشي مشكل. كنت يا الخوت انسان فايق وباغي نوصل للهدف ديالي، كنت كنقول انا نخدم ونزير راسي ونشد في الصح ونخرج كاع عمي مسكينه من داك الدل اللي هي فيه، ما نخليهاش كاع تخدم. وفعلا خدمت وكافحت مع داك السيد، وراني الخدمه كي دايره وراني الاسرار ديال الصنعه، وكان كيقول لي ها انت ها كيفاش دير وها كيفاش دير لهادي وكيفاش دير لهادي، واي حاجه خدمتها معاه كيخلصني فيها. حتى داك السخر اللي كان يسخرني هز هادي حط هادي جيب لي هادي مد لي هادي كان كيخلصني كل راس السيمانه كيخلصني، وكيزيدني واحد البركه من الفوق وكيقول لي سير شري الحيمات وشري خضيره لامي متك وسير عندها. فعلا كنت كندوز للمارشي كندي شويه الخضره اللي كتب الله واخا غير نص كيلو من الحاجه، وندي ديك نص كيلو ديال اللحم ولا 4 كيلو، وكنمشي كداخل عند ما وانا فرحان كنقول لها امي ها انا جبت لك تقضيت لك ها انت ولدتي الراجل. كانت مسكينه كتعنقني وتقول لها وليدي الله يرضي عليك، ولكن امي دائما كنشوف في عينيها داك النقص ديال انها ما قنعاش. دازت الخوت الايام والسنوات حتى لواحد الوقيته اللي غادي يجي واحد الراجل تقدم لامي بغا يتزوج بها. صراحه جات عندي نيشان قالت لي شوف ولدي دابا راك كبرتي وليتي كتعرف كلشي. كانت ديك الساعه عندي شي 16 عام. قلت لها واه امي شنو كاين؟ قالت لي ولدي انا راه واحد السيد حقا راه عرفتني به غير واحد السيده وقال لك بلي باغي يتزوج، مرتو ماتت وعنده وليدات كبارين وكلشي كيقرا شي راه في اوروبا شي هنايا في المغرب مزوج، وراه باغي هي يستر راسو، وراه سول واحد السيده كنعرفها كنمشي نخدم عندها راه
خدامه نيت في المحكمه كنمشي ندير لها الميناج في الدار، هي اللي قالت لي وديها شنو هاشو لا تبغيه، راه السيد ميسور لاباس عليه الى اخره. صراحه ما عجبنيش الحال، قلت لها امي دابا انت واش مازال كتفكري في الزواج وفي الراجل؟ وهي تنطق قالت لي وشنو بغيتي يا وليدي، المراه كيف ما كان الحال تبغي راجل يكون في دراعها. قلت لها امي هاني في دراعك. قالت لي شوف يا وليدي انت في دراعي في النهار، ولكن بالليله ولدي ما غاديش تكون بين دراعي. بقيت انا كنشوف ديك الهضره ديال امي دخلت معايا بحال السيف، ولكن بحال ما عجبنيش الحال تقول لي ديك الهضره، ما رديت عليها لا بتقتل ولا بتحيي. لغت ليه هزيت راسي مشيت للخدمه ديالي بحال ديما، لقاني السيد متغير وغير كنخمم ويقول لي ولدي عبد الواحد. قلت ليه نعم عمي فلان. قال لي شتك النهار ماشي هو هذاك، مالك شنو صار لك؟ قلت له ودي عمي فلان ما صار والو الساعات وليله وصافي. قال لي لا ولدي دابا انت راك بحال ولدي، وهادي دابا عامين ونص وانت معايا، دابا قول لي يا ولدي شنو كاين، ولا كانت شي حاجه ثقيله نهزها عليك. قلت له ودي عمي شنو غادي نقول لك، راه ما وقع ما وقع ما وقع. عاودت له داكشي اللي في قلبي وخويت عليه قلبي وبكيت. قال لي واشوف يا ولدي نجيك للصراحه وكتثق في عمك؟ قلت ليه كنثق فيك، كل اللي قلتيها لي انا نديرها. قال لي راه من حقها وليدي، امك باقا صغيره وباقا شابه وزوينه وباقا بصحتها وراه عندها الحق، انت شحال تقدرك الله تبقى معها، عام عامين 3 سنين 5 سنين 10 سنين غادي تجي واحد الوقت وغادي دير مراتك ودير وليداتك وتلاها معاهم. وهي شكون يبقى لها؟ قلت له الله. قال لي الله مع الجميع، ولكن حنا كنهضروا راه حنا عايشين في الحياه، راه غدا تمرض تلقى راسها ما تلقاش اللي يمد لها كاس الماء. الرجل والمراه فاش كيكونوا مزوجين المراه كتكى على الرجل والرجل كيتكى على المراه. وقال لي كاين شي خصوصيات تقدر امك تمرض ما تقدرش اصلا انت ديرهم ليها، ويقدر الرجل هاي يديرهم ليها. المهم فهمني في شي حوايج زعما الصراحه قنعني بهم. قلت انا هذا السيد عنده الحق. كان طالع ليا الدم وليت فرحت. قلت ليها سيدي مادام قلتي هاد الهضره انا مازال صغير ما عارفش فهاد الشيء. قال لي ولدي ماشي مشكل، حنا هاد الدنيا راه حنا قد ما حنا كنزيدوا فيها وحنا كنتعلموا، انا براسي راه شي حوايج راني ما عارفهمش، وحنا الحياه كتعلمنا. وانا ولدي الا ديتي طريف من ري مادام امك باغا الحلال، غير هو قال لي الحلال وانا تذكرت الايام اللي كانت كدير الحرام. هاد النقطه دي انا ما عاودتهالوش باش ما يديش عليها شي نقطه ماشي هي هذاك، حيت قال لي امك كانت باغا الحرام تمشي له وكاع ما تقولكش الزواج، هي باغا الزواج واللي هرب الحلال هرب للطاعه، اللي هرب للزواج هرب للطاعه، امك باغا الحلال خليها دير الحلال. المهم كيف ما قلت لكم كان طالع لي الدم وليت الحمد لله تفاجئت بالهضره ديال هذا السيد. فاش مشيت للدار كان بعد داك النهار الراس ديال السيمانه كنخلصني، كنت ديك البركه ديال الفلوس اللي كيعطيني كنت كنشدها كنصرف منها شويه، والشي الاخر كنعطيها لها كنقول لها امي هاكي خبي هاد البركه عندك لدوار الزمان. داك النهار الصراحه ما خليت حتى شي حاجه، وكان زادني 50 درهم وقال لي تقدر امي داك شي حاجه وسير فرحها. شديت دوك البركه كامله شديتها، ديك الوقيته كنت كنتخلص مزيان، كان كيعطيني تقريبا شي 600 درهم في السيمانه. كنت معلم تعلمت الصنعه واخا كنت باقي صغير تعلمت مع الصنعه، في ظرف عامين ونص وليت كندير كلشي. صافي ديت ديك البركه لمي تقديت لها ما خليت ما ديت لها، ديت لها شي جوج ديال السيكان عامرين عامرين بالتقديه والحيمه. المهم ديت لها وانا فرحان وناشط، مي شافتني هكا فرحان وناشط بحال عاش فيها الحال. ايوا صافي قلت لها امي ديري لنا واحد العشيه وانا غادي ندخل نتوضا ونصلي. قالت لي ولدي دوش بعدا. قلت لها هو غادي ندخل ندوش ونتوضا ونصلي وراني بغيت نهضر معاك. قالت لي واخا. صافي مشات دارت العشاء قادت الامور، انايا مشيت دوش توضيت صليت ودير العشاء عليا. قلت لها انا غادي نمشي للجامع نصلي ونجي. مشيت للجامع الخوت صليت جيت لقيت امي حاطه العشاء، تعشينا داكشي اللي قسم الله انا وياها. قلت لها امي. قالت لي نعم ولدي. قلت لها دابا انت واش فكرتي هادشي اللي باغا ديري؟ قالت لي فاش؟ قلت لها فهاد الزواج باغا تزوجي. قلت لي يا ايوا وليدي الا جات على خاطرك ما بغيتيش يا وليدي حتى انا ما ندير والو، راه ما غندير حتى شي حاجه بلا المشوره ديالك وبلا الموافقه ديالك. قلت لها امي الا انت شايفه راسك غادي تستمري في هذا الزواج توكلي على الله وسيري تزوجي، انا ما غاديش نقلع لك، ولكن هذا الراجل واش غادي يستقبلني انا في حياته؟ قلت لها انا راه ما يمكنش نعيش بلا بيك وما يمكنش نعيش بوحدي، انا باقي صغير واخا تشوفيني هكا طواليت وكبرت راه ولدك مازال قاصر، تلا كرت مازال ما درتهاش، واش انت مستعده تزوجي وتسمحي فيا؟ قالت لي لا ولدي غير فيك اللي ما نسمحش، نسمح في الدنيا كامله. مي قالت امي هاد الهضره بحال كبرت ليا في خاطري. صافي قلت لها امي هاد السيد هذا الا بغاك انا كنتعتبر الراجل ديال الدار، ما عندكش باك ما عندكش امك ما عندكش خوك ما عندكش عمك ما عندكش خالك ما عندك حتى واحد، عندك الله بعد الله عندك انا، يجي عندي هاد السيد ويكون خير ان شاء الله. قالت لي ولدي ما قلتي حتى شي عيب. المهم بقينا شي يومين بحال هكاك وهي تقول لي راه داك السيد باغي يجي.
قلت لي هو مزيان اللي باغي يجي خصنا نجيبو شي راجل معقل اللي يهضر معاه. قلت لي ولدي انت قلتي لي انت اللي غادي تهضر معاه. قلت ليها شوفي امي انا كنقرر راجل للدار ولكن خص شي واحد بعقله اللي يهضر معاه واحد الشروط. انا ما قدتش امي ونلوحك. قلت لي وشكون غادي نجيبو ولدي انت كتشوف ما عندنا لا تالي ولا والي. قلت لها الوالي هو الله سبحانه وتعالى وكاين وجوه الخير. قالت لي بحالاش؟ قلت لها السيد اللي راني خدام عنده راه يقدر يجي معانا عندنا. قالت لي وصافي انت تقولها لبنادم وهادي يديو علينا نضرب. قلت لها ما عنده ما يدي اصلا. النهار اللي قلت لي هاد الهضره تشاورت معاه وراه هو اللي شجعني. امي حتى واخا ما عجبهاش الحال ولكن قالت لك ولدي واه اللي بغيتي اللي بغيت ديرو ديرو صافي. قلت لها وصافي ديري مع السيد من هنا واحد 3 ايام ولا 4 ايام يجي. مشيت انا عند السيد اللي خدام عنده هضرت معاه قال لي واه ولدي بكل فرح كيشرفني انني نجي عندكم وانا اعتبرني انا باك انا كلشي العائله ديالكم امك انا غادي نوقف معها ان شاء الله توصلوها لدارها. قلت لي المهم جيب المراه ديالك واجي مرحبا بك النهار والفلاني حيت كنا درنا مع السيد فوقاش يجي صافي. هذيك النهار ديال اللي غادي يجي فيه السيد صراحه ما خلى ما جاب معاه. جات مع هذيك السيده اللي خدامه في المحكمه واللي كدير ليها مول الميناج جات مع واحد اختو جوج شي خمسه بيهم. المهم جابوا الخير والخمير جاوا عارفين امي باللي اصلا ما عندهاش الراجل عندها الولد اللي في العمر ديالي انايا. جاوا فاش لقاو الراجل براني عرفناه قلنا لهم هذا راه هذا الراجل صديق العائله انا خدام عنده. دابا نتوما اعتبروا هذا السيد هو بانا هو العائله ديالنا كامله. بغيتو تطلبوا امي طلبوها من عند هذا السيد. قال لك سيدي ما قلتو عيب. المهم فرحنا نشطنا ناضوا العيالات تعاونوا داروا العشاء. المهم الامور مخيره. جا السيد هضر معايا قال لي شوف ولدي انا اعتبرني بحال باك اعتبرني في المرتبه ديال باك وما غيخصك معايا ولدي حتى شي خير. انا وليداتي الحمد لله كبروا ومهزوزين عليا كل واحد بالوظيفه ديالو كل واحد بالخدمه ديالو كل واحد بوليداتو يعني مهزوزين عليا. بالعكس هما راه كيزيدوني هما اللي مشجعيني نتزوج. مهم تتا دير 4 سنين ديما كيقول لك با نوض تزوج ما تبقاش بوحدك. قالك عندي داري فيها الثالثه عندي الحمد لله البروجي ديالي ما كنخدمش عليه انا راه داير الخدمه اللي مقابلينه يعني انا مقابله غير الراحه والاستراحه. امك الا جابتها النيه راه حتى هي بنت الناس على ما عاودوا ليا وكتجبدها من فم السبع وكتاكل الحلال. نبغي زعما نعيش هذا الشيء اللي بقى لها من عمرها نعيشها في الراحه. اشنو قلتي؟ صراحه ما لقيت ما نقول. السيد معقول كيهضر مرزن راجل كبير بشيبته كيف ما كيقولوا ماشي صغير تكون عنده ديك 50 عام ولا قريبه. المهم الراجل كيهضر يعني معقول وقالك انا ما عنديش الدراري الصغار اللي غادي يبرسطوها ولا الربايب. انا ولادي كلشي مهزوزين كلشي مزوج كلشي بولادو كلشي بديورو كلشي بفلوسو ما هادي خصها حتى شي خير. المهم ما لقينا ما نقولوا حتى السيد الصراحه اللي خدام عنده قالك سيدي هاد السيد انا ما خلالي ما نقول وهذا الراجل هذا راه ما منوش جوج في الدنيا بصم لامك وخليها توكل على الله. فعلا تفاهمنا مع السيد قلنا له سيدي الله يسخر ليكم عطاها الصداق ديالها بحال كيعطي شي راجل شي عزبه يعني وحده مزوج بها بحال عزبه عطاها واحد الصداق مخير. قال لي غادي نجيب لك الدفوع ندير لك العرس ندير لك اي حاجه بغيتيها غير توكلي على الله. مي كانت فرحانه عجبها الحل. المهم هاد السيد كمل معاها بالخير ما كملناش شهر 20 يوم حتى كانت امي دارت العرس ديالها. ونزيدكم كان قال لي ولدي ما عندك علاش تبقى انت هنا انت راك ولدها اذا راك بحال ولدي وتا داك الخدمه اللي ما بغيتيش تخدمها جلس بحالاتك ما عندك علاش زعما تبقى خدام. قلت لي شوف عمي انا غادي نخليك انت وامي في الثقل انا هاني في هاد الدويره كنخدم اللي قسم الله وغادي نبقى نخلص لك الكره ديالي. قال لي لا ما يمكنش بغيتي تخدم ولدي خدم على راسك ولكن السكنه راه ما غاديش تسكن هنايا. المهم هضر معايا السيد قال لي دبر راسو خليه دير له خاطرو مادام عنده السكنه فيها ثلاثه ديال السكنات وغير هو وامك سير ونسهم. قلت انا ما فيها بس قنعني يعني السيد معاك كنت كنمشي بالمشوره ديالو. صافي امي تزوجت بداك السيد عاش الحياه ديالها على احسن ما يكون. امي غادي يسهل عليها الله دوزت مع السيد 6 شهور صدقت حامله. انا كنت كنقول داك السيد باغي يعيش الحياه ديالو غير تسقل امي الخبر بلي حامله غيبقى فيه الحال ولا ما نعرفت. ولكن هاد الهضره كنت قلتها لامي ولكن فاش سقل الخبر فرح مسكين مطهر بالفرحه. ولكن سبحان الله العظيم داك الحمله ما كملتش. واش امي اللي طيحت الكرش الله اعلم ولكن ما شتش الحزن في عينيها نهائيا. واحد النهار خرجت قلت لها فين امي ماشيه نط بكري ماشيه انا يلاه نط لقيتها فاقت فطرت ولابسه حوايجها فين امي ماشيه. قال لك ولدي ماشي نقضي واحد الغرض هنا بالزربه وصافي وحقي الا سول عليك عمي فلان بلا ما تقول له والو. وهنا جاني الشك باللي امي مشات طيحت الكرش حيت فاش رجعت مريضه قال لك حقه راه كانت مشات تمشات شويه حست بالقنط وبغات تشم الهواء وحقه فكرت والديا وفكرت شي حوايج وجاتها واحد الغمه مشات كتفوج على خاطرها بالمشي
واذا بها قالك تعكلت هكا وطحت على جنبها ويمكن داكشي علاش طاح ليها البيبي. انا في الاول تيقتها ولكن ملي ما شفتش الدموع في عينيها وبديت كنربط الاحداث قلت انا امي باينه هاد الكرش ما كانتش راضيه بها حيت امي باغا غير تعيش حياتها. امي تبدلت في العلاقه ديالها حتى معايا انايا حتى مع الناس اللي كانت كتعرفهم ولات مكبره ولات كتبان باي حاجه عندها كتبان بيا كتقول انا ها اللي كانوا كيعايروني ويديروا لي ويفعلوا لي ها انا وليت كاين الناس انا وليت حسن منهم انا تزوجت راجل حسن منه. كنقول لها امي ما تبقايش تهضري على النعم اللي عطاها لك الله قدام الناس راه كاين المحسده كاين المغياره كاين اللي ما يبغيولكش الخير. كانت كتقول لي وصافي والله اللي في رزقك ما يقلعولك شي واحد. كنت كنقول لها اي امي راه اللي في رزقك ما يزولك حتى شي واحد ولكن ستري. امي ما كانتش كدير لي امي عايشه الحياه بالفوريا الشيفور وما مسوقاش لهذا العالم من اساسه. صافي هي هذيك بقيت انا خدام على راسي مع ديك السيد درت معاه عامين اخرى عايشين مع هذا الراجل اللي هو راجل امي باحسن الاحوال. كانوا كيجيو عندها ربايبها ما كيخليو ما كيجيبو ليها امي ما كانتش كتحمل فيهم الشعره. سبحان الله ملي كيقول لي راه جايين عندي ولادي هاد النهار يتغداو ولا يتعشاو كانت كتكحل بالعمى وتصور وكيجيب ليها السيده اللي كطيب معاه ويجيب لها السيده اللي كتعاونها في غسيل الماعن. يعني امي واخا كانوا كيجيو عندها الضيف مرتاحه يعني تجلس تلبس القفيطان ديالها ودير الديب ديالها وتجلس معاهم معززه مكرمه ولكن ما كانتش كتحملهم وديما كنسمعها كتزلو في راسو ولادك نهار تموت غادي يديروا لي ولادك نهار تموت غادي يفعلوا لي. كنت كنقول انا امي زعما علاش طيحت ديك الكرش كون غير خلاتها يعني تضمن بها الحقوق ديالها. ولكن امي طيحت الكرش وانا متاكد ما هادشي 100% لانني من بعد حسيت بها بحال ندمات على داك الكرش اللي طيحت حيت من بعد دوزت معها 3 سنين بغات تحمل ما جابلهاش الله وكانت دائما كتبقى تلوم في راسها كتقول لك انا ندمتي علاش ما حافظتش على الحمل ديالي. كنقول لها امي وداك الشيء مكتب الله. كتقول لي لا 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 وليدي شي حوايج حنا كنكتبوهم على ريوسنا. المهم ماشي مشكل امي ما كانتش كتحمل ربايبها ما كتحملهمش العكس ديال راجلها اللي كان مسكين كيحترمني وكيقدرني وعزيز عليه. صافي ضربت مع داك الراجل سنوات وحدين اخرين لقاني معلم الصنعه وداك الشيء وكان اقترح عليا قال لي ولدي شنو بالك نشركو انا وياك ونفتحو فواحد الفرع وفي جهه وحده اخرى. قلت له ودي عمي انا شنو غادي نقول لك انا يا عندي شي بركه قليله ما غاديش تقدني باش نفتح معاك مشروع. قال لي غير بدا وتوكل على الله ما يكون غير الخير. جيت انا تشاورت مع راجل المهم قلت له قال لي دابا انت علاش تشك مع بنادم الا عارف راسك زعما غادي تسلك راسك فهاد الصنعه ها هما الكراجات لتحت اصلا الدار عندنا في الشوكه فيها دو فساد وجاي فواحد الموقع زوين نوضه ولدي نفتح لك مشروع نفتحو هنا في الدار. قلت لي ولكن عمي قال لي شنو ما كاين ما ولكن. قلت لي ولكن ولادك واش ما يقولوا والو. قال لي على ولادي شغلهم رزقي هذا وانا كنتربي فيه كما بغيت وزيدون هما ما غايقولوا والو هما اصلا راهم برزقهم لاباس عليهم ما غاديش يسولوا في هذا الشيء اللي عندي انايا راه هما عارفين شنو عندي وراه كيزيدوني. ولكن امي بحال ما عجبهاش الحال قلت لي لا وانا دوك الكراجات الصراحه كنت باغا نطلبك دير لي فيهم شي حاجه شي هكا شي باتيسري نقابلو ولا هكا شي سوبر ماركت نبيع فيه شي حاجه ديال العيالات. قال لي لا انت راكي ما واقفاش على داك الشيء انت محدك معايا ما تخدمي ما تبيعي ما تشري انت كولي وطلبي وتشرطي وامري كلشي يجيك حتى لعندك. صافي مسكين وقف معايا الوقفه اللي ما يوقفهاش كون كان با بالحيث ما غيوقفش معايا هذا الا كان اصلا با مات. المهم انا جايكم في التعاود الخوت. المهم هذا السيد مسكين وقف معايا الوقفه ديال الرجال عمر لي المسائل قد ليا كاين شي ما كنجابهم ليا من الشينوا حيت هاد السيد هذا عنده واحد التجاره كيديرها كيجيب من برا السلعه ما عنده بروجي ديالو خاص. صافي جاب لي داك الماتيريال كامل اللي طلبتها ليه واللي قلت لي خاصاني كيجيبها لي حتى للمحل لدرجه داك السيد اللي كنت خدام معاه بحال جاتو الغيره. قال لي ولدي انا حياتي كامله وانا خدام وكاين شي حوايج جايبهم حتى لهاد المحل ما جايبهمش انا حيت انا ضربت معاه سنين وعرفت الخدمه كي دايره. صافي هاد السيد عاوني بديت البروجي ديالي تقريبا الكليان اللي كانوا عند داك السيد كاملين جاو عندي واخا هو مسكين ما حسدنيش كان كيقول لي ولدي غير خدم ما ياكل وشرب. انا الحمد لله انني علمتك واحد الحاجه اللي تبقى ترحم عليا فيها حياتك كامله والله يرحمه في الدنيا قبل الاخره هو مسكين مازال بالحياه اللي طول عمره. المهم هي هذيك درت المشروع ديالي وليت خدام على راسي واخا في البدايه راكم عارفين كيكون شويه ديال الازمه وهذه ولكن الحمد لله ما خسرت شي حاجه من جيبي اللي غادي يبقى فيا عليها الحال. المهم بدات الخدمه كتحرك الامور غاديه مزيان الامور ميسره حتى الوقيته اللي غادي يطيح مريض هذا السيد مسكين لراجل امي وكانت امي فاقسه كان كيبغيها وكيحمق عليها وهي كدير فيه غير الكحله
اللي دارها ليها ما كترضيها، واللي قالها ليها ما كتعجبها، وديما كتناقل معاه، وديما كطيح منه قدامي، ودائما كتزعف عليه وكيقول لي شوف ولدي فلان، شوف شوف امك كيفاش انا كنتعامل معاه وهي كيفاش كدير ليا. كنت كنقول ليه معليش عمي هذا هو الحب، وكنبقى نضحك معاه. صافي حتى داك النهار اللي غادي مسكين يمرض وغادي يتزاد عليه الحال، كان كيتشكى بالروستوما ديالو، واش امي كانت توكلو شي حاجه ولا الله اعلم. ممكن مسكين كيتشكى غير بالمعده ديالو، كيقول لي يا وليدي كنحس بالمعده ديالي غادي تزول من بلاصتها. كنقول ليه عمي ما يكون غير الخير. كنت كنقول ليه يلا تمشي للطبيب، كيقول لي لا ولدي انا كنخاف من الطبيب، كنخاف نمشي للطبيب ويقول لي عندك شي مرض، حيت مرتو مسكينه مرضت بالسرطان وكان كيخاف. ايوا هي هذيك ملي طاح مسكين طاح طيحه وحده، جات لابيلونس للدار هزوه، انا سديت المحل مشيتو هكاك، مشينا كنتجراو معاه، بداو داروا له التحاليل، داروا له داكشي قال لي خاصو يدار. صافي مسكين تولى كيتقيد الدم من المعده ديالو، من بعد غادي يعرفوا بلي السرطان وصل واحد المرحله اللي صعيبه. المهم داروا معاه السبب، حاولوا انهم زعما ينقذوه، ولكن سبحان الله العظيم مسكين ما كانش ديال الدنيا. بقى مورا غير شي 3 شهور ونص وافته المانيه، ما جا يدير ديك الحصص الشيمي حتى صافي اللي عطى الله عطاه. الصراحه بكيت عليه الدم، اللي بكيتو انا ما بكاوش ولادو. المهم حزننا عليه، دازت الجنازه، صافي امي غادي تجمع ولادو، قالت لهم دابا شنو غادي ديروا معايا، واش غادي تجريو عليا من الدار؟ قالوا لي اودي خالتي فلان احنا ما عندنا لاش نجريو عليك، بانا انت كنتي عزيزه عليه وديما كيوصينا عليك، وهاد الدبيره هادي هي انت، ها انت فيها انت وليداتك، ما يخرجك حتى واحد ما يهضر معاك شي واحد، راكي عايشه معززه مكرمه، ويلا بقيتي هكا راه حنا ما غاديش ندوزك، بغيتي تكملي حياتك وتزوجي الله يسهل عليك، الدار غادي تخويها لنا، ولكن الا بقيتي انت ولدك ما كاينش كاع اللي يهضر معاك. قلت لهم اسيدي انا ما عندي ما نتزوج، انا من بعد المرحوم ما غادي نجيب حتى شي راجل، صافي ملي مشى لي المرحوم انا ما نقدرش نعيش مع شي راجل، هذه غير الهضره ديال الاولى، يعني داك الشيء غير في الاول، داك الحزن الاول. صافي هاد الناس هادو زعما صدقوا الله يعمرها سلعه، تصوروا كل شهر كيجيبوا لها من كل شيء، الا ما جابوناش كيصيفطوا لنا الفلوس، ما كيخليو ما كيصيفطوا لها، عرفتوا ودايرين لها احسن من الام ديالهم. كانوا كيقولوا احنا كانت عندنا امي والله ما كنديروا معها هادشي اللي كنديروا لك، كيقولوا لا 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 غير عيشي معززه مكرمه، مادام كنتي عزيزه على بانا حتى تكوني عزيزه علينا. وحنا راه قبل ما يموت دائما كان كيوصينا كيقول لنا لا جاب الله مت هاد المراه هادي في الامانه في الرقبه ديالكم، لا هي لا ولدها. كانوا كيحترموني مساكن، كانوا كيجيو يسولوا فيا واش الخدمه غادي ياك مزيان، واش خاصك شي حاجه، الا خاصك السلعه نجيبو لك، الا خاصك هادي، الا خاصك. كنت كنقول لهم الله يجازيكم بخير، كنت الخوت كندخل الزباب ديال الفلوس. دازت عامين مورا الموت ديال هاد السيد هذا، قلت انا غادي نشوف انا راسي من جهه ديال الزواج. كانت كتعجبني واحد البنت، ما عمرني ما قدرت نمشي نعترف ليها ونقول ليها كتعجبني، كانت دائما كدوز من حدا المحل، كانت كتمشي كتقرا، ديك الوقيته كانت كتقرا في السيزياماني شي عام، وانا حط عليها طلعت للباك نجحت صافي ما بقاتش كتبان ليا، غير شت البنت ما بقاتش كتبان، وانا نحاول انني نقلب فين كتسكن وشكون هما العائله ديالها. مع العلم كانت كتسكن غير قريبه عندنا تما، ولكن بالضبط فين ما عمرني الصراحه تبعتها، كنت كنشوفها غير من البعد، يعني ملي كدوز من قدام المحل بليت بيبضه غليوضه ما طويله ما قصيره، دايره الحجاب ديالها ودائما غاديه وراسها في الارض، ما كتعليش راسها في بنادم، كانت عاجباني بزاف. ملي بديت كنسول، كنت كنسول الخدامه اللي كانوا معايا، قالوا لي هذيك بنت فلان الفلاني وراه من عائله الله يعمرها سلعه، باها راه امام ديال المسجد وداخله سوق راسها، وعندها خواتها وحدين اخرين كبر منها جوج وما مزوجينش. المهم هي هذيك، انا مشيت هضرت مع امي، قلت لها امي، قالت لي نعم، قلت لها امي انا باغي نتزوج، وهي ضحكات واحد الضحكه، قالت لي ما قلتهاش حتى انا، قلت لها امي تينا لي الشيطان على انت بقالك ما تزوجي، قال لي قلت لي مالك شتيني كنضفر الشيب على مالي ما غاديش يجي معايا الزواج، قلت لها امي واقيلا تزوجتي واحد الزويجه وعاودتي الثانيه الله يجعل البركه الله يخلف، واش بغيتي تضحكي فينا عباد الله؟ قلت لها علاش غنضحك فيك عباد الله؟ ياك ما شتيني كندخل عليك الرجال. قلت لها ولينا عاوتاني لهاد الهضره الحامضه. المهم تناقشت انا وامي، خرجت سمحت فيها وخرجت. فاش رجعت للدار لقيتها كتسناني. ايوا قالت لي ولدي سمح لي على داك الهضره، انا حقا غير كنت كنضحك معاك. وشكون هي هاد البنت اللي بغيتي تزوج بها؟ قلت لها صافي امي هاد الهضره ما تبقيش تجبديها عليا مازال، ونهار ان شاء الله نبغي نتزوج داك الساعه يسهل الله. صافي النعاس خليتها. دوزت شي 15 يوم الهضره مع امي ثقيله. هنا امي بانت لي ولات وحده اخرى. اول حاجه بدلت الطريقه في اللباس ديالها، كانت كتلبس الحجاب الفورانه هكا بالمساك ديالها، يعني ما كيبان حتى صغبه من شعرها، كتلبس جلابتها ما تخرجش من غير الجلابه، قليل فاش كانت كتلبس هكا شي عبايه ولا شي لبسه عصريه تكون طويله كنفضفضه. امي اول حاجه دخلت دارت السبور، قالك انا غادي ندخل ندير السبور مع العيالات. كنت كنقول لها امي عوض ما تمشي ديري السبور
سيري لدار القران قرا لك شويه القران. كانت كتقول لي نتايا واقيلا كتسناني غير نموت، نتايا واقيلا باغيني نمشي نحفر قبري ونجلس حداه، نتا واقيلا باغي غير تهنى مني، واش انا بانت لك شرفت باش انا نمشي ندير فعل؟ كنت كنقول لها سير امي ديري شي عمره، راه عندك الفلوس تحس منك ربايبك كيعطيوك انا كنعطيك. كتقول لي سير شنو كتعطيني؟ هادشي كامل راه من خير راجلي، وزايدون انا كنجي نتحاسب معاك، هذاك المحل اللي راك خدام دخل في الفلوس ودير تحت منك راه خصك تجيبها لي. قلت لها كيفاش؟ قالت لي كيف ما كتسمع، هذاك رزقي ورزق راجلي. المهم نات امي بينت على المخالب ديالها. قلت انا هادشي هذا ما صالح ليش، انا غادي نوض نهز راسي من داك المحلات ونخلي لها ديك الدار ونخليها دير اللي بغات، حيت امي خرجوا ليها الشواري، ولات كتلبس لك غير مزير، ولات تبين لك الشعر، دارت لك ليميش، ولات كتمشي عند الكفوره، هذا مساج، هذه رياضه، كل مره شنو كتلقاها كدير. السيده نقصت الكاش، نقصت اللحم، نقصت الارداف، ولات كتلبس لك اللباس معيق. المهم انا ما بقيتش عاجبني نهائيا ديك الحاله اللي كانت فيها، وتصور وكانوا كيجيو عندي الكليان وكتهبط بالعاني قدامهم بشي لباس ماشي هو هذاك، وانا كان عندي واحد المشكل ديال الغيره، ما نقدرش نشوف شي حاجه على امي قد الشعره، وكنفكر الماضي الالم اللي داز. صافي ملي لقيت امي بحال هكا كتعامل بالتبرهيش قلت انا والله ما نبقى في هاد الدار دقيقه واحده، نط الخوت كريت واحد المحل بعيد، واخا الصراحه خسرت بزاف ديك الكليان. ايوا حتى واحد الصباح لقاتني كنقل، قالت لي شنو كدير؟ قلت لها انا غادي نخوي لك كاع هاد الشيء هذا. قالت لي كيفاش؟ قلت لها كيف ما سمعتي المحل وديري فيه حتى تبن بيعي ماشي سوقي فيك. بعدت على امي الخوت، بعدت عليها بعد السماوات وعلى الارض، ما بقيتش كنشوفها. مره كنت كنمشي هكا كندير لها اللي كتب الله وكنرجع بحالتي من الباب ما ندخلش عندها، ولاو كيوصلوني عليها شي هضور اللي ماشي هما هادوك، وحتى البيبها ولاو كيوصلوهم الهضور، خصوصا فاش شافوني خويت. قلت لهم حقا والواد راه هي الكليان ما عنديش انا مزيانين، وبدلت وهادي وهادي، ما عرفتوش داروا لي شي حاجه في هذا المحل، حيت قالوا لي المحل راه كان عندك زعما خدام، علاش بدلتي؟ ما بقيت نقول لهم والو، ولكن من بعد ولات هما كتوصلهم الهضره. حتى لواحد النهار اللي غادي يجيني الخبر باللي ربايبها جراو عليها من ديك الدار وقالوا ليها الباب الحباب، يعني امي طلقت الريحه في ديك الزنقه. قالوا ليها صافي انت ما بقاش ولدك عايش معاك، اذا كاينه شي حاجه، وتا داك اللباس اللي كانت كتلبس وديك الشيء صافي بحال عيقات. المهم نادو ربايبها تجمعوا جراو عليها من ديك الدار، نادو داروها للبيع باعوا دارهم. امي صدقت الحمر راه 7 فرنك، اخر المطاف جات عندي. ايوا ولدي واش تخليني في الخلا وانا هادي وانا هادي وانا هادي؟ قلت ماشي مشكل، يدك منك ولو كانت مجدامه، واللحم الا خزناه كيهزوهم مالي. قلت انا ماشي مشكل، هزيت امي وداك الشيء. من بعد لقيت راسي الخوت انا ضايع خصني نتزوج، وصلت لواحد السن اللي خصني نتزوج انا بحالي بحال الرجال. قلت لكم بقيت متبع ديك البنت، وليت كنسول عليها، لقيت باللي البنت خرجت من المدرسه وجالسه في الدار، حيت اختها الكبيره تزوجت واختها اللي موراها كانت مخطوبه. واحد النهار مشيت سولت واحد السيد كيسكن هي تما جارهم، قلت له ودي انا راه باغي هاد البنت، نصحني لوجه الله انا راني غيتيم. قال لي ودي البنت راه مزيانه والله يعمر ليها الدار، صراحه ما عندنا ما نقولوا، تواليديها مزيانين توكل على الله. قلت ليه زعما الا دير فيها هاد الحسنه وتقدر تهضر مع باها بالنيابه عليا؟ قال لي ايوا انا با راه زعما راجل طيب وكيجي من عندي زعما، وبيني وبينه واحد العلاقه طيبه. هضر ليا مع با، قال لي ودي جي مرحبا به الا كان باغي الحلال المعقول، مرحبا الا بغاتو البنت، انا ما عندي ما نقول، انا بناتي ما كنفرضش عليهم الزواج. قال لي ديك السيده ودي شنو كاين شنو كاين؟ مشيت انا امي دينا اللي كتب الله، هضرت معاهم، هضرت مع با، لقيت واحد الراجل طيب انسان متواضع، كذلك والده ديالها ما عندوش الدراري عنده غير البنات، عنده 3 البنات وهي الصغيره في حواتاتها. دخلت عندنا البنت شافتني، شفتها بصراحه ما قالت والو، قالت لي بسم الله توكلنا على الله، ما قدرتش تهضر مع با، ما قدرتش تزيد معها حتى كلمه. قالت لي با اللي شتيها مزيانه ديرها. ايوا قال لي ولدي انا غادي نسول عليك كما سولتي علينا وغادي نشوف، الا كنتي صالح لولدي انا معاك. قلت له ودي الا بغيتي تسول عليا فين تسول فين تسول في التسول. هاد السيد دار لونكيت ديالو سول عليا، بطبيعه الحال ما كاينش اللي قالها فيا خايبه، كلشي الناس اللي كيعرفو اللي كيعرفوني قالوا ودي داك الدريرو ايتيم، عنده مو مهلي فيها، خدام على راسو كيجيبها من فم السبع، عنده الصنيعه ديالو الله يعمر ليه الدار. وفعلا كنت من الجامع اخوتي للدار من الدار للجامع، اقسم بالله العلي العظيم عمر بنت المراه تصاحبت معاها، وما عمر كانت عندي الفكره انني نتصاحب، وكتجيني ديك المصاحبه عيب، وكنتفكر داك الماضي ديال الام ديالي. هاد السيد قال لي وتوكل على الله ولدي، هاد البنت وين غادي تعيش؟ قلت له ودي انا كاري واحد الدويره اجي وشوفوها، عجبتها هي ما عجبتهاش نبدلها. بحق الله جاو معايا شافوا الدار، قال لك ودي راه مزيانه بنتنا زعما، حتى هي ما راهاش مربيه في القصوره ولا في الفيلال، وهاد الدويره راه مناسبه لكم نتوما بثلاثه بيكم. امي كانت حاضره راسها ما كتغلق ايوا ونعم، حيت لقات راسها حاصله ما لقاتش فين تحط الراس من غيري انايا.
توكلت على الله تزوج بهذا الانسان هذه، جبتها لداري معززه مكرمه على سنه الله ورسوله، ولكن امي ما حملاتهاش وما حملتنيش ندير الحلال. دائما كانت كدير لي معها المشاكل دائما، والمشكل مراتي ما كتشكاليش، انا داكشي كنشوفه بعينيا، التعامل ديال امي مع مراتي كنشوفه بعينيا. تصوروا كانت كدير فيها شي خصال اللي ما يديرونش العدو في العدو ديالو. كنت كنقول لها امي ديري عقلك ودخلي سوق راسك، خلي مراتي عليك في الثقه. المهم امي ما كانتش مراتي نهائيا كتصرت لها. من بعد غادي تعزل علينا في الدار، في الدار حنا كارين دار، غادي تعزل علينا في الدار. قال كنعطوني غير هذا البيت فيه نطيب، فيه ناكل، فيه نشرب. دارت له خوتي واحد القفل، مشات شات واحد الزكرو ودارت القفل، ولات كتدخل بالقفل وتخرج بالقفل. ايوا كانت كتخرج ما كنعرفهاش فين كتمشي، كتجي كتدخل عاوتاني كتحل بالقفل، كدير السقط عاوتاني من الداخل. ما كنسمع غير الهضره والتكركير، مع ان كتهضر الله اعلم واعلى. كانت مراتي كتقول لي شوفي فلان دبر راسها، خليها طلب لها الهدايه من عند الله وخليها، ماشي سوقك فيها، خليها تتبرد دابا تولي لراسها. تصوروا كنا كنطيبوا داك الشدق، كنحطوا حنا كنحطوا داك الشدق ناكلو وهي كتخرج. كنا كناكلو فواحد المريح حيت ما عندناش اتساع، هي كتخرج. ياك وليدي كتاكل بلا امك، ياك وليدي انا اللي كنت كنجيبها من فم السبع، وانا اللي كنت كنطيح من النوض، وانا وتبقى تبكي وتعار. انت كنحط داك الشدق خوتي من يدي وكنكره الحياه ديالي. كنطيبو ديك الشدق وكندخلو عندها كنقولو ها حلي ناكلو كاملين عندك، كتقولك سير بعيد مني سير المسخوط، شنو غادي دير وتجري على امك. المهم دوزاتها عليا الخوت ولا بغات ترجع للطريق. في الاخر نخلتها قلت خليها خليها، كانت كتمشي عند الناس وكتقول لهم ولدي كيخليني بالجوع وكياكل هو ومرتو، ونهار توج بها وهو عازل عليا وراه كياكل هي وهي، وانا في البيت كنشم الريحه. المهم دوزاتها علينا، فين ما تنوض تشبع فيا معيار انا ومراتي. تصور مراتي توحمات والله العظيم الا كانت باغا تطيح لها الكرش، وانا شفتها بعيني. مراتي كانت كتوحم حامله ديك الساعه، وقالت حد بعد الجفاف كتجفف في الدار، وجات مورا بغات تدفعها، وانا شفتها زعما ماشي تقول ما شفتهاش. جاب الله يعني دغيا بحال جا شي واحد وقال لي نوض. كنت اخوتي متكي في البيت داك النهار داير الروبو، كندخل المرح مراتي كتجف فيه، امي جايه موراها غادي تدفعها. قلت لها امي شو غادي ديري، وهي رجعت قالت لك وليدي ما درت والو ما شفتهاش. صافي مراتي مدات ما جابت، كنت كنقول الله يهديها الله يهديها الله يهديها. تصوروا النهار ولدت مرتي هزت يا ساكا وقالت انا مسافره، والنهار الاسبوع جات دارت لينا الشوها، ولد الكلبه الاخر امرات ولدته ما قاليش راه حقا كيدير السبوع بلا بيا. المهم داك الجيران كلهم كانوا كيسعطوا منا وكانوا كيقولوا لي انت اللي فيك العيب، انت علاش دير لامك هكاك وعلاش تعامل معاها هكاك. كنقول لهم عباد الله الحاجه اللي ما عارفينهاش وما حاضرينش عليها وما عايشينش معاها ما تحكموش عليها. المهم كنت كنصبر وكنقول ماشي مشكل. حتى لواحد النهار الخوت مراتي كانت متبعه هادشي ديال التيك توك، وهادشي غير مؤخرا جات مراتي عندي قالت لي فلان، قلت ليها نعم، قلت لي ودي غادي نقول لك واحد الحاجه وعندك تفهمني غلط. قلت لي شنو؟ قلت لي امك واقيله 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 دايره التيك توك. قلت ليها كيفاش؟ قلت لي راه النهار ما طال وهي فهاد البيت مخشيه، وكان ما كنسمع غير كبيسو كبيسو. انا خوتي ما عندي لا مع تيك توك ولا مع فيسبوك، والله خوتي الا قلت لكم عندي نوكيا عاديه ما غاديش تثيقوني. وكانت كتعيا في مرتي فيا، مرتي كتقول لي دير غير تليفون فيه الواتساب، من بغيت نبقى نصيفط لك في الواتساب وهادي. كنت كنقول لها خطيني خطيني خطيني. حتى واحد النهار مسكينه كانت كتلم الريال على خوه وزات من ديك الزروره ديال بنتي، ومشات شات لي تليفون جابتو لي كادو زعما في عيد ميلادي، وقالت لي مفرحك به حيت كتبغي الحاجه هكا. بعض المرات ما كيكونش عندها الروشاج كتبغي تصيفط لي مثلا غير في الميساجات، انا ما عنديش مع داكشي. قلت لها كيفاش هاد التيك توك؟ انا كنشوف مراتي كتدخل ديك التيك توك. قلت لها كيفاش امي عندها التيك توك كيفاش هاد كبيسو؟ قالت لي اجي نوريك. دخلتني لواحد اللايف قالت لي شنو كيديروا. قلت لها ودي ما كنظنش واش امي زعما تعرف دير هاد الشيء، امي ما قاريه ما والو. قالت لي ودي انا غير قلت لك انا راه كنسمع بودنيا اللي يقولهم الدود كبيسو كبيسو، دعموني صيفطوا لي الحوت صيفطوا لي هذه. ايوا قلت لها ما نعرف عليا هاد الشيء، خليها دبر راسها. صافي قالت لي انا غير قلت لك وصافي باش ما تقولش ودي ما قلتيليش. قلت لي هاد براسها خليها دير اللي بغات شغلها هذاك. المهم داز ديال الخوت ما كملش حتى شهرين، حتى لواحد النهار داكشي كون شفتوش بعيني نقول انا كان مراتي كتكذب. جالسين انا ومراتي شاده داك التيك توك كتفرج، قالت لي اجي اجي نتفرجوا انا وياك. قلت لها ودي راه فيا الناس خليني نتكا. قالت لي وغدا عندك الروبو خلينا قصارين شويه جي نتفرجوا شويه على شي حاجه، وديك الساعه نعسو بجوج. قلت لها واخا. بدينا بدات كتدخل لداك التيك توك كنتفرجوا انا وياه من هنا لهنا من هنا لهنا، حتى كيطلع لينا واحد اللايف الخوت اش غادي نقول لكم فيه. الام ديالي
مزوله خوتي حوايجها سروالها وجالسه كتطلع بيجامتها وكتقول لهم كبيسوا. انا في الاول ما عرفتهاش، يعني كنت حيدي حيدي على هذا المسخ، وهي تقول لي تنى تنى وقيله هذه امك. قلت لها تين على الشيطان من امي اويلي. باش عرفناها بواحد، كانت عندنا واحد الصوره في الحيط وديك الصوره كاينه في الدار ديالها، وديك البيجامه اللي لابسه دايره العكفه على راسها ودايره بحال نقدروا نقولوا بحال النقاب على وجهها، يعني كيبانوا غير عينيها. امي كانوا عندها واحد جوج خيوط ديال الدب في يديها، من هذاك الدب اللي كان شالها راجلها اللي مات الله يرحمه. المهم كتقول لهم يلاه كبسوا كبسوا، كتوريهم كتقول لهم الا صفطتوا لي صباع غادي نعري كل شيء، غادي نوريكم كل شيء. المهم بقيت كنشوف كنقول لها واش هادي امي؟ كتقول لي انا بنت لي امك وانا عارف ها انت حقك مزيان الصوت راه ديالها. ملي كنوض الخوت كنحطو الدنيا على الباب كنسمع ديك الهضره، يلاه كبسوا كبسوا ولا بغيتوا نعلي لكم كل شيء نوري لكم كل شيء صيفطوا لي السبع. اش غادي نقول لكم الخوت؟ جهرت جهرت جهرت، بديت كندق عليها صافي. انا بديت كندق دقان تسمع في الباب، مراتي شاده التليفون كتقول لي هي والله الا هي، هو الدقان كيتسمع صافي. وهي تقطع داك اللايف حلت لي دايره براسها كانت ناعسه. قلت لها امي هذا وجهك ولا شريتيه؟ ها قالت لي مالنا مسينا على الله، واش ما ينعس حد في خاطرك؟ قلت لها دابا انت ناعسه. نعلط والله عليك دفعت عليها الباب ودخلت لقيتها حاطه لك السيبوره والتليفون. قلت لها هادشي علاش كتدخلي بالساروت وتخرجي بالساروت؟ فتحه لي دار الدعاره هنايا. قلت لها ماشي حشومه عليك، واش غادي نقول لكم؟ ما خليت لاش الدار راقد والله الا الله يسمع ليا سيدي بغيت نمدها عليها، ولكن مراتي ما خلاتني. شويه كتقول لي ياك حرشتيه قلبتيه، كتقول لي صافي وليدي وكلاتك صافي سحرات لك، كتكره امي. قلت لها شوفي شنو كديري، شوفي الفضايح ربي اللي فتح. المهم انا هضره وهي عشرة حتى الاخر غادي تنفجر عليا. قالت لي سير ولد الحرام سير سير، اسير ولد الحرام والله ياخذ فيك الحق، انت اللي خرجتي عليا. قلت لها باش خرجت عليك انا؟ شنو درت لك انا؟ قلت لها انت اللي خرجتي عليا بسبب كان خرجت من دارنا وسمحت في با امي وسمحت في خوتي وسمحت في عائلتي وهربت وخليتك في كرشي ما طيحتكش. قلت لها اجب هاد الهضره، كنتي ما عندكش والدي؟ قالت لي عندي والديه وعندي خوتي وعندي خواتاتي، والكلب دباك الله ياخذ فيه الحق، حملني وخلاني حاصله فيك. انا ربك ما ميت ما والو، ولدتك من الحرام وهربت بيك وضربت بيك تماره وطحت ونزلت بيك، درت الحرام درتو على قبلك باش تعيش انت، ودابا جاي تقول لي الحلال والحرام. المهم امي انفجرت عليا بحال شي قنبوله، قال داك الشيء كامل. وهنا عرفت راسي انني اخوتي غير ولد حرام، ما عندي لا عائله لا والو. غادي تسولوني كيفاش عندي لاكارت ورقيه والحاله المدنيه؟ امي قالت لي حقه راه ما شفتش ولدتك العائله ديال باك جراو عليا، واخا في الاول كانت كتقول في الاخر كانت كتقول لي راه ما عندك لا عائله لا والو وراه حقه بعادين. قالت لي لا باك فاش مات خلاك في كرشي، وحقه فاش لقاوه مات باش ما تورطش انت معاهم راه جراو عليا وانت مازال في كرشي، داك الشيء علاش انا كنت منسوب ليها هي. المهم الخوت ما خلاتليش مني نشد، قالت لي انت غير ولد الحرام وبسبب كان اخويا من المدينه وهربت واحتفظت بك وما بغيتش نقتلك باش تكبر زعما ودير لي هاد الفضيحه هادي. مش غادي نقول لكم والله يا الخوت الا كنت واقف تحت مراتي بدات كتسكت فيا وانا كنبكي بحال شي مرا. قلت لها الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق. هزت الخوت واحد الساك جمعت فيه حوايجها خرجت من تما ما شتها. دابا هادي تقريبا شي 4 شهور ولا 5 شهور ما رجعتش للدار، ما عارف عليها حتى شي حاجه. دابا الخوت قولوا لي شنو غادي ندير في هذه المشكله؟ هتقولوا لي قلب عليها؟ ما نقلبش عليها الخوت وما عنديش فين غادي نقلب عليها. انا والله العظيم حتى المحل الا راني سادو الكرا طالع عليا والمصاريف وما قادرش نخدم. كيجيو الدراري اللي خدامين معايا كيقولوا لي فلان حنا بعدا غير حنا نخدموا، ونزيدكم كاع الجيران ساقوا الخبر ديك الشيء، حيت ديك الليله نات واحد الشوهه كبيره ومع كارين مع الجيران راك عارف الدور ديال الكرا كي دايرين، كاع قولوا علينا كثروا قللوا والله ياخذ الحق. دابا كنفكر نهز مراتي وبنتي ونمشي نكري في جهه اخرى ونبدل ديك المشروع في جهه اخرى، فين ما كنجمع لك ليا انا الخوت امي كتجي كتجمع ليا حب وتمن. الله ياخذ الحق وهذا الشيء ما كاين. ودابا خوتي بغيت غير نقول لكم واش انا ظلمتها ولا هي اللي ظلماتني ولا ظلمنا بعضياتنا؟ ما عرفتش انا، حيت امي رجعت لي كل شيء بسبابي وقالت بلي هي سمحت في العائله ديالها على قبلي انايا، وما عرفتش حتى فين نقلب عليها الخوت. وشكرا اختي صاحبه القناه، كنتمنى تنصحيني الله يجازيك بخير وبسلام عليكم. وكانت هذه القصه ديال هذا الشاب عبد الواحد اللي صراحه يدمي لها القلب، بقيتي فيه خويا ولكن قدر الله ما شاء فعل. حنا ما كنختاروش والدينا وكذلك والدينا ما كيختاروناش، فلذلك خويا نعل الشيطان واستغفر الله سبحانه وتعالى. وكيف ما كان الحال امك غلطت وسبحان الله العظيم واحد الانسان ماشي قانعه من الدنيا مازال باغا تعيش، فحاول انك تقلب عليها البلايص اللي كانت كتمشي ليهم كتخدم فيهم. شوف قلب ربما تلقاها، ما تكون غير حداك.
وحاول انك تقرب منها، ربما ربي يهديها. هادشي ما نقدر نقولك اخي الكريم، والله يصلح بيناتكم، والله يدير لك شي تاويل ديال الخير. ما لقيتيهاش ولقيتيها مازال طايشه ومازال مراهقه، خليها عليك وعيش حياتك، انت ما عندك حتى شي ذنب في هادشي كامل. انت واحد الوليد اللي نقيو مزيان، وابتلاك الله بهاد الام هادي اللي داك الهضره كاع ما تدخلهاش لراسك. لا راك بسببك انا خرجت، راه هي ربما راه خرجت قبل ما تحملت بيك انت وتبعد داك الطريق، حيت امك سمح لي على هذه الكلمه فيها الدوده. شكرا لكم، الى ان القاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.